الحمد لله مكون الكون مشرك معاه كاين إن كان ما دام لي درع وحصون إخوان وأولاد عمان قل النشا ما يصفون لجل القوافي ولا الحان القاف قادح وموزون والرأس شايش وبطران قل النشا ما يصفون لجل القوافي ولا الحان القاف قادح وموزون والرأس شايش وبطران وابن صعاب ما به طعون ما دامه بين صعبان على النقاع ما يحيدون يا حي خطران الايمان رضع على العز يردون يا تونشيب وشبان الياتنا خوي سودون استن على علم وإيمان رضع على العز يردون يا تونشيب وشبان الياتنا خوي سودون استن على علم وإيمان عدوهم بات مغبون يمسي معاك قبو منها صعبان وإبليس ملعون الضيف مادهل ومزبان عشنا بعيد وانهم دون تقصر لي قيل ميدان يشد حول يعرفون ينبونك العلم يا فلان عشنا بعيد وانهم دون تقصر لي قيل ميدان انا مسرور لوجودكم معنا والحقيقة حنا حريصين نتعرف على بعضنا بعض وحنا عائلة واحدة ولليوم اليوم عيد وأنا أقول أشكركم على تلبية الدعوة والحضور لكم لو أنكم تعنيتوا من مكان بعيد وهذا يدل على أنكم حريصين على التواصل والمحبة واحد لكن من المكان اللي أنا فيه هذا أعتذر منهم واحد واحد وأسلم عليهم وأهدي سلامي الحارة للجميع كلهم باسمه صح أنكم مجتمعين بعيدين عني لكن والله إني مبسوط أنا مشرح خاطري اليوم لأتذكر أنه الوالد والأخوان والأعمام وابن العمومة حتى وليدي طلال يعني رايح متعني جاي من القصيم مع أمو عبد الله عشان يحضر الاجتماع الله يخلي لك فهو يمثلني إن شاء الله والله يوفقنا وياهم وإن شاء الله الشغلات هذه تشرح الخاطر صراحة صلة الرحم والاجتماع الأقارب الله يوفقنا وياهم ويوفق القائمين على مثل هالاجتماعات بس هذا اللي عندي والله ينصرنا إن شاء الله من بدنا يا حي خير